السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد لي مساكم صبايا. اليوم رح نتعلم تسريحة عروس رفع كتير حلوة وسهلة للمبتدئين. رح نتعلم هالتسريحة خطوة بخطوة، بس قبل ما نبلش الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا اعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. وهلا صبايا، اول شي رح نعمله رح نحدد عند منتصف الحاجب وبنفصل شعر الغرة عن شعر السوالف بشكل طولي، وبنرجع بنعيد نفس العملية على القسم الثاني من شعر المقدمة. بعد الصبايا رح نجمع كامل شعر الغرة ومنحدد 5 أصابع من شعر المقدمة ومنفصل شعر الغرة عن باقي الشعر من الخلف بشكل عرضي، وبنرجع بنمشي بخط شعر الغرة ومنفصل شعر السوالف بشكل عرضي عن باقي الشعر من الخلف. وهلا صبايا رح ننتقل للشعر من الخلف، رح نحدد أطراف الشعر من الأسفل على شكل حرف V ومنفصلهم عن باقي الشعر. بعد الصبايا رح نجمع كامل الشعر اللي بمنتصف الرأس من الخلف ورح نثبته بربطة بأعلى الرأس. هلا صبايا رح ننتقل لشعر المقدمة، رح نبتدي نسحب خصلة عرضية من شعر الغرة من الخلف، رح ننفش الخصلة بشكل منيح من عند الجذور وبنرش عليها البودرة المكثفة، وبنرجع بنعيد نفس العملية على باقي خصل الغرة عدا أول خصلة بننفشها بشكل بسيط. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من تنفيش كامل شعر الغرة رح نسحب كامل الشعر، رح نبخاله سبراي بشكل بسيط ومنمشط وش الشعر بس، بعدها بنعطيه نفخة ومنثبته عند نهاية شعر الغرة. وهلا صبايا رح ننتقل لشعر السوالف، رح نبتدي نسحب خصل عرضية من شعر السالف، رح ننفشه بشكل بسيط ومنرش عليه البودرة المكثفة، وبنرجع بنعيد نفس العملية على باقي شعر السالف. بعد الصبايا رح نجمع كامل شعر السالف، رح نمشط وش الشعر بس ونبخ عليه سبراي، نعطيه نفخة بسيطة ومنثبته عند أعلى الرأس. وهلا صبايا رح نسحب القسم الأول من أطراف الشعر من الأسفل، رح ننزل شي بسيط من الشعر على الرقبة، بعدها بنسحب كامل خصل الشعر من الأسفل، نعطيه نفخة بسيطة ومنثبتهن عند قمة الرأس. وهلا صبايا رح نرجع نعيد نفس العملية على القسم الثاني من أطراف الشعر من الأسفل. وهلا صبايا رح ننتقل لربطة الشعر اللي بمنتصف الرأس، رح نبتدي نسحب خصل عرضية من ربطة الشعر، رح ننفش كامل الخصل بشكل منيح. وهلا صبايا بعد ما انتهينا من تنفيش كامل ربطة الشعر رح ندخلهم داخل شبكة الشعر ومنلفهم على شكل بافي ومنثبتهم عند قمة الرأس من الأعلى. وهلا صبايا رح نبتدي نسحب خصل رفيع من أطراف شعر الغرة وشعر السالف، رح نضربهم بالفير ولنحافظ على لفة الشعر بعد ما ننتهي من الفير، رح نثبتها بكلبسة لننتهي من كامل الشعر.
وهلا صبايا، بعد ما ثبتنا التاج عند قمة الرأس رح نبتدي نسحب خصل الشعر اللي لفيناها بالفير. رح نمسحها بشي بسيط من كريم الشعر، بعدها رح ننسلها تنسيلات بسيطة ونثبتها على أطراف البفه، وبنرجع بنعيد نفس العملية على باقي خصل الشعر لنغطي كامل البفه. وهيك نكون وصلنا لنهاية التسريحة صبايا، بتمنى تنال إعجابكم وبتمنى تحطوا لي رأيكم فيها بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو صبايا لا تنسوا تضغطوا إعجاب على الفيديو وتفعلوا زر الاشتراك وزر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم كتير ولا تنسوني من دعائكم.